بينزل تحديث بكرة إن شاء الله يوم 28 مارس، لكن الخبر المؤسف إنه بس للسيزون باس. إذا كان في شريطك حرف التي معناته شريطك أمريكي وتقدر تشتري سيزون باس من السر الأمريكي، وإذا العكس وكان الشريط عليه رقم 17 أو أي رقم ثاني معناته شريطك أوروبي. التحديث هذا يتكلم عن حلقة غلاديوس، وإذا كانت فيه مشاهد إضافية عن القصة فبيكون الوضع أحسن. التركيز كله ما بين غلاديوس وكور في الحلقة 13، والباقي بعد ما يكون نوكتس في الكريستال أحداث العشر سنين اللي يكون نوكتس فيها مختفي. نشوف إيش سوى أوردن في العالم وكيف خربوا وكيف نهاية ريفوس وغيرها من الشخصيات اللي ما عرفنا كيف ماتت. فإن شاء الله يعني يحط عروض طويلة وإن شاء الله كمان تكون في تكملة للقصة في حلقة برومتو وإيجنيس. طبعا لسه فان فان 6 في قد تطوير وما خلص، فهجيم تباتا قال يعني خليني أكسب كمان سنة 2017 حط حلقات زيادة مشاهد زايدة. وانا اعرف انه اغلبكم ما راح يلعب بحكم انه اللعبة ما تطابق للسر الامريكي ولعبتكم اوروبية وفي قروشة، لكن الاشياء الجديدة ان شاء الله بتكون حلوة، مثلا شاكوبو ينط منطقة عالية ويتسلق، ويريت في هذا التحديث يخلوا السيارة تطلع من مكانها وتقدر تتمشى في اي مكان تبغاه في العالم مو شرط في الطريق المسفلت، ويريت نقدر نتسلق الجبال ونروح للاماكن اللي ما انفتحت لسه، وحيكون في تلفزيون في المطعم يوريك صورك، وأعطوك تلميح باللبس هذا قالوا لك اشتري السيزون باس. يعني هي مرحلة نصب لأنه باع تقريبا 10 مليون نسخة ولسه يحطون إضافات بفلوس، المفروض كله مجاني. ويبونك تستعد للحلقة إنها أخيرا وصلت، بتواجه أعداء مختلفين وبتشوف قصة غلاديوس كاملة وبتقدر تتحكم بشخصية ثانية. ومن هنا يمكن بعد ما نخلص من هذا كله استعدادا للأونلاين اللي راح ينزل، ما نشروا أشياء كثير عن الأونلاين بس يبونك تلعب هذه الحلقات. في احتمال يكون سعر الحلقة الواحدة 5 دولار، حجم الابديت 16 جيجا، واذا عندك السيزون باس فانت جاهز من البداية. البعض منكم استمتع في الدبلجة والبعض الاخر ما استمتع بس يشوف ويسلك ويجامل ويطلع. فانا احب اشكركم يعني للي دعمني، شكرا للي سوالي لايك، شكرا للي سوالي سبسكرايب، شكرا للي تابعني باستمرار ويهتم باللي انا نزله. في امان الله.